Chapter 5. Rosendell wasn't sorry to say goodbye to Michael and his men. كان روسندل في البيت او في البالاس بتاع فلافيا وكان موجود فيه مايكل اند هيز مين وكان فيه فلافيا. فروسندل wasn't sorry ما كانش زعلان ان هو هيترك مايكل ولا رجالته. لكن he was sad كان حزين to say goodbye to the princess ان هيترك برنسس فلافيا. فلافيا warned روسندل حذرته to be careful as his life لان حياته was important for روتانيا حياته مهمة بالنسبة للبلد. Rosendell remembered افتكر زمان his quiet life حياته الهادية in the past and how he had a lot of responsibilities in Britannia وازاي دلوقتي بقى عنده مسؤوليات كتير. Rosendell became popular اصبح له شعبية. اثبات او دليل كده ان Rosendell wished تمنى people to forgive تمنى الناس تسامحه على his occasional bad decisions قراراته الخطأ أحيانا because of his growing popularity بسبب شعبيته اللي بتزيد. طالما شعبية بتزيد يبقى الناس هتغفر لي أخطائي. سابت had news سابت كان جاي لراسندل بأخبار وليتر جواب. The news الأخبار دي كانت إيه؟ was that the king was at the castle of Zenda إن الملك المحبوس كان في قلعة زندا for three reasons ثلاث أسباب أو ثلاث دلائل إن الملك موجود في كاسل أوف زندا. الأولاني the drawbridge was always kept up الدروبريدج جسر متحرك دايما مرفوع and it was not normal الكلام ده مش طبيعي. الثاني no one was allowed to enter the castle محدش مسموح له يدخل قلعة زندا إلا permission إذن من مين أو مين يا إما من مايكل يا إما من روبرت. three of Michael's men in Strelsu ثلاثة من رجالة مايكل بس الموجودين معاه من الستة that meant ده معناه ان the other three الثلاثة التانيين guarding the king بيحرسوا الملك. Rosendell felt worried شعر بالقلق. ليه؟ every place he went كل مكان يروحه يلاقي ماشي وراه six men. Sept ordered them Sept اللي ادى الامر للرجالة دي ان هي تمشي ورا Rosendell to guard him as a king تحرسه. ليه بقى الكلام ده؟ Rosendell was annoyed Rosendell كان متضايق وقال ان he could look after himself يقدر يعتني بنفسه. لكن ثابت قال له ان مايكل زمان اللي هو 3 فورنرز ثلاثة الاجانب were in the city موجودين if he was alone لو كان لوحده في اي لحظة they would try to kill him ممكن يحاولوا ان هم يقتلوه. if Rosendell disappeared ولو Rosendell اتقتل او اختفى the game would be over فثابت مخليهم يحرسوه لحمايته كملك. Antoinette's letter Antoinette بعت الجواب لراسندل. Antoinette sent a letter to Rosendell and asked him to meet her طلبت منه يقابلها في Summer House in New Avenue at midnight tonight ان يقابلها في الطريق دوت في منتصف الليل الليلة دي ويكون alone. Sept and Rosendell thought اعتقدوا ان مايكل هو اللي كتب الجواب دوت وقرروا يرموه. On the back of the letter على ظهر الجواب كتبت قالت if you don't believe me لو مش مصدقني ask Sept what woman أنهي what woman has been a guest of Duke Michael من الست اللي كانت ضيفة على مايكل. Rosendell قال أيوة أنا عارفها دي Antoinette de Maupin and decided to go and meet her وقرر يروح يقابلها. Sept رفض refused وقال that Rosendell would meet Antoinette alone and that Sept might go instead إن ممكن Sept يروح مكانه. Rosendell insisted أصر وقال له either I meet her إما أروح أقابلها or I go back to England وإلا أرجع على بلدنا. Sept reluctantly مكرها وغصب عنه وافق ان Rosendell يروح and wait outside وينتظره بالخارج خارج Summer House. At 11:30 11:30 they left for the Summer House راحوا على Summer House. Meeting Antoinette she said قالت لRosendell اول ما شافته I know you are not the king انا عارفه ان انت مش الملك and you are Mr. Rosendell. مايكل زمان قالت له رجالة مايكل دي خطة مايكل ان يحصل على الحكم بقتل راسندل وقتل الملك. مايكل زمان would come after 20 minutes to kill you يقتلوك راسندل. Then your body وجثتك would be found in city يتم ايجادها في المدينة. مايكل would arrest Sept وبعد كده مايكل يقبض على Sept وفريتز بتهمة ايه؟ murdering the king قتل الملك. Then he would send a messenger وبعد ما يقتل راسندل ويقبض على Sept وفريتز يبعت مسنجر مرسال ليقتل الملك الحقيقي. Then وبعد كده مايكل would be the king. The three foreigners arrived. التلات أجانب اللي أنطوانيت حذرته منهم وصلوا. Ditchard want to make Rosendell a fake offer. عايز يعمل له عرض بس العرض ده كان عرض مزيف. إيه هو؟ A safe journey to the border. رحلة آمنة للحدود and 50,000 English pounds 50,000 جنيه استرليني.
راسندل يوز ذا ايرون تيبل تو بروتكت هيم سيلف، استخدم ترابيزه الحديد عشان يحمي بيها نفسه اند اسكيب ويهرب. راسندل اسكت ريتشارد تو اوبن ذا دور بريتندينج تو اكسبت ذا اوفر، وتظاهر انه بيقبل العرض. راسندل رشد اندفع وبوشت ذا ثري مين، دفع الثلاث رجال تراينج تو اسكيب عشان يهرب اند شوت ذيم باك، وضرب عليهم نار وهو بيجري وذ هيز جان. He ran 100 meters زي ما أنتوانيت قالت له as أنتوانيت told him and climbed a ladder ويتسلق سلم then jumped ثم قفز and met Sab to قابل Sab outside the summer house خارج summer house. Report from the chief of police، رئيس الشرطة جايب تقرير بيقول ايه؟ بيقول ان ديوك مايكل left the capital، ترك العاصمة ستريلسو وفي طريقه الى زندا. بيقول ان he was followed، ماشي ورا مايكل او تتبعه بعدها تقريبا بساعة، ديجوتي بيرسون و ديتشارد، وان ديتشارد عند باندج ضمادة اللي هي غطاء للجرح around his arm، ده معناه ان راسندل اصابه الليلة اللي قبلها. راسندل was happy for that injury، كان سعيد بالاصابة ديت. فريتز arranged a ball، فريتز كان نظم حفل راقص for the king. ليه الكلام ده؟ علشان يطلب الزواج من برنسيس فليفيا. That wanted Rosendil to ask Princess Flavia for marriage. Rosendil thought اعتقد it wasn't fair ان الكلام ده مش عادل بالنسبة للبرنسس. At the ball في الحفل اللي اتعمل Flavia قالت لRosendil ان he was doing well، كان بيؤدي جيدا as a king and that she was so pleased، وهي سعيدة بيه جدا. Rosendil remembered افتكر كلمات روز كانت قالتها زمان ان الشخص اللي له position society اللي له مكانة في المجتمع بيبقى عليه responsibilities. Flavia اندهشت. راسندل was talking كان بيتكلم عن نفسه كراسندل وليس not the king and it was his second mistake، ودي كانت الغلطة الثانية الأولانية اللي هي ما كانش سمح لمايكل بالدخول في بيت فليفيا. راسندل wanted to tell Flavia the truth، عايز يقولها الحقيقة that he wasn't the real king، إن هو مش الملك الحقيقي. But Sabt stopped him، لكن Sabt منعه. راسندل was honest كان أمين. He said it wasn't fair to pretend to be the king، مش عادل ان بيمثل دور الملك بالنسبة لمين والمين، بالنسبة لـ the people of Britannia، بالنسبة للبرنسس. They must go to Zenda، وطلب من سات ان هما لازم يروحوا زندا and rescue the king، وينقذوا الملك. راسندل warned Flavia قبل ما يطلع على زندا، راح لفليفيا حذرها قال لها the situation of Britannia، الموقف في Britannia was not as good as she believed it to be، مش جيد زي ما هي بتظن او تعتقد. تو ليترز جوابين وصلوا عند فليفيا بتوريهم لراسندل كملك. One was from Michael، واحد من مايكل عامل لها invitation عشان تزوره في زندا. التاني من انتوانيت بتقول بتحذرها not to accept Michael's invitation، ما تقبلش الدعوة بتاعت مايكل. She told Flavia، قالت لها في الجواب انها to ask the leader، تسأل قائد بتاع روتانيا لو مش مصدقاها. فليفيا surprised اندهشت وقالت ليه هي بتقول ليدر مش الملك. راسندل ordered guards، راسندل طبعا هي بتقول ليدر مش الملك لان راسندل ما هوش الملك وانتوانيت عارفه الكلام ده كويس. راسندل ordered guards، طلب حراس يحرسوا فليفيا and told Flavia to refuse، وان لا ترفض الدعوه بتاعت مايكل وتقول ان هي مريضه. راسندل ordered مارشال شراكنز to guard her، امر مارشال شراكنز ان هو يحرسها ويحميها من مايكل. راسندل to مارشال شراكنز قال الوصية بتاعته، قال له every evening كل يوم بالليل I'll send you a message، هبعت لك رسالة. If you don't get a message، لو ما جاتلكش رسالة for 3 days لمدة 3 ايام you have the authority، لك السلطة to say that you are now the head of Strelso، ان انت بقيت حاكم لسترلسو، تروح تقابل مايكل وتطلب منه ان يسمح لك انك تشوف الملك. If he doesn't allow you to see the king، لو رفض انك تشوف الملك in 24 hours you must say، تقدر تقول ان the king is dead، ان الملك مات. Then you must tell the people، تقدر بعد كده تقول للناس their new ruler، الحاكم بتاعهم الجديد هيبقى برنسيس فليفيا. وكده بيخلص الفصل. Finally اخيرا ما تنساش ان شاء الله لو عجبك الفيديو دوت لايك شير، شارك الفيديو ده مع اصحابك، اشتراك في القناة يا ريت، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.